مواطن عادي هو الشاب فاروق، لكنه لم يسلم من نيران الإرهاب إذ حوصر في مبنى البحث الجنائي 24 ساعة حين اتخذه الانتحاريون رهينة مع مجموعة من المواطنين والمساجين. قال لي طلقه هنا، في طلقتين، طلقه في بي وطلقه في اليد اللي كان جنبي. ده مات، وانا اول ما شفت الطلقه جنبي فرقع، رجعت ثاني لداخل حد ما كان. العيال سالوني داخل ها كيف ايش خبر، قلت لهم يعني واحد اللي كان جنبي مات، خلاص ما فيش امل ان نخرج، يعني اصحاب الغابه حتى يغطوني هنا. بغيت بديت نزف وربطه. كاميرا بلقيس زارت جرح العملية الإرهابية في عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة، حيث الكثير من المدنيين ومن كبار السن والنساء اللاتي رفضن الظهور، لكن جنود الأمن كانوا أبطال المعركة التي استمرت يوما كاملا، واستشهد منهم أكثر من 20 جنديا بالإضافة إلى العديد من الجرحى. طريقة انتحارية، كلهم قوم يعني محزمين وناويين يعني خلاص يبيدوا كامل من داخل، سواء كان مدني أو عسكري، حتى الناس اللي كانت في عندهم هناك معاملات، في عندهم أي أشياء يعني تخصهم بإدارة البحث بإدارة الأمن، كلهم احتجزوهم داخل وطرحوهم كرهائن. واجي واجي معقلت واجي ولا أنا بلدين ولا خرب بحل. أيوة خرب بلدين، تعرف بلدين بلا مبدأ. مكافحة الإرهاب قاسم الجمل على بهذه النبرة المتحدية يرد رجال الأمن على جماعات التطرف مع تأييد شعبي يرفض الفكر الظلامي ويدعو إلى المزيد من الاهتمام بالمؤسسات الأمنية التي تعد الركيزة الأساسية لتثبيت وجود الدولة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.